هذه الأخت السائلة سارة تقول بأن أختي محادة، فهل يجوز أن تذهب إلى أهلي للقيام عندهم لأن لها والد كبير ووالدة كبيرة في السن؟ أرجو الإفادة. صواب أن يقال محدة ولا يقال محادة. محدة هي التي توفي زوجها وتجنبت الطيب وتجنبت الزينة وتجنبت الخروج من المنزل حتى تكمل عدتها، عدة الوفاة. هذه هي المحدة، وهذه لا تخرج إلا لحاجتها في النهار. إذا كان لها حاجة في النهار لا يقوم بها غيرها تخرج تقضيها وترجع للمنزل، لأن البقاء في المنزل مدة الإحداث أمر واجب ومن أحكام الإحداث، وهو أمر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا كانت تستطيع البقاء في المنزل فإنه يجب عليها ذلك، أما إذا لم تستطع البقاء في هذا المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، لم تستطع البقاء فيه إما لكونها ليس عندها أحد وتستوحش أو عليها خوف، أو أن صاحب المنزل مستأجر وأراد أن يخرجها المؤجر، أو أن الورثة لم يسمحوا بسكنها في المنزل، فلها أن تتحول إلى منزل آخر. في هذه الأمور نعم.